تمكن الفريق العلمي المكون من إطارات المديرية الوطنية لمشروع الحظائر الثقافية وإطارات الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهجار مدعمين بفريق من الخبراء الوطنيين من إعداد بروتوكول علمي لمتابعة الأصناف الحيوانية والذي تمت تجربته وتنفيذه في منطقة الأهجار. ومن بين النتائج المتميزة هو رصد وتصوير فهد الصحراوي في منطقة الأتاكور في قلب الحظيرة الثقافية للأهجار التي لم يشاهد فيها هذا الحيوان منذ قرابة 15 سنة، فكان آخر رصد له في أكتوبر 2005 في جبال تايسا. أما بعموم الهجار فكانت هناك مشاهدات بمنطقة إدلس وترها تعود إلى سنة 2012.